اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم احنا بنتكلم عن سيارتنا التاهو ال تي، الفئه الاوليه في فئه ال تي. احنا عندنا اربع فئات في ال تي، واول واحده قدامنا هي اللي بيجي عليها رنجات قياس 18 انش، ويلا نشوف مواصفاتها من الداخل. سياره التاهو ال تي زي ما احنا عارفين هي في 8 10 غيار 5.3، بتشتغل بديناميكيه السلندرات، دايناميك فيول مانجمنت، يعني بتشتغل من سلندرين اتنين فقط، وباقي السلندرات بتكون حرة تفتح وتقفل حسب الـ RPM فقط بدون تدخل من السائق، واهم شيء طبعا استهلاك البترول. السيارة اللي قدامنا زي ما احنا شايفين هي الشبك تبعها كروم، الإضاءة طبعا كلها LED، في كليرنس عند البامبر الأمامي وتصفيحة عند الجير والماكينة للحماية طبعا، لأن السيارة دي بتدخل البر أوف رود كامل. نشوف كمان ده شكل الرنجات وقياس التواير. طبعا هي الرنجات 18 انش 265 على 65 على 18. في طبعا العواكس للسيفتي طبعا على جوانب السيارة، دواسة ثابتة، نقاط عمياء على المرايات، وفي عندنا طبعا دخول ذكي على الأبواب. هنا استهلاك البترول اللتر الواحد يمشي في حدود ال 10 كيلو 9.8 في احسن حالاته. من الخلف الاضاءة كلها LED، الكاميرا الخلفية، الخطين الكروم، المساحة الخلفية والسبويلر الجناح والستوب لايت اللي موجود عليه. السيارة دي كمان دبتها اوتوماتيك. دي المساحة الخلفية ما شاء الله، هي أكبر مساحة خلفية لسيارة SUV من الفول سايز، يعني تركب ركاب كبار في كل الصفوف مرتاحين. بدي لك مساحة كبيرة جدا ما شاء الله في الدبة الخلفية، فتحات USB عند كل راكب، كهرباء هنا كمان كهرباء البيت بالظبط. تعالوا نقفل الدبة. فيها سماعات البوز ورا قدام، السيت كمان بيتقلب يبقى كله ده فلات، مساحة خلفية للكارجو أو النقل. طب يفتح كمان متقلب ينزل السيت للأمام عشان يسهل الدخول للركاب الخلفيين. في فتحة بانوراما والمكيفات عند كل الركاب. تمام، هنشوف السائق والراكب ايه اللي بيحصل عند الراكب. هنا طبعا التحكم في الشباك، سماعات البوز، حتى كرسي الراكب اوتوماتيك، فتحة المكيف. سيارة فيها اون ستار وانترنت وواي فاي، اشتراك شهري طبعا. الشاشة هنا الشاشة الكبيرة، الشحن اللاسلكي للتليفون، الجير اللي ورا الستيرنج. هنا في تلاجة بفريزر طبعا، تتحكم في درجة البرودة تخليها صفر أو خمسة تحت الصفر، بفتحات USB و USB Type C من التلاجة بالفريزر. تمام، هنا ده التحكم في فتحة السقف وفتحة الدبة كمان. نشوف السائق اللي بيكون قدامه. طبعا احنا عندنا عليها عرض نهاية السنة، السيارات الفئات التاهو في عليها تخفيض بيصل الى 30,000 درهم على حسب الفئة. هنا طبعا الاول ويل درايف او الفور باي فور، فعليا هو مش اول ويل درايف، هو فور باي فور، العالي والواطي والاوتو، الاضاءة اوتوماتيك، الهاند بريك اوتوماتيك، الخروج عن الحارات. طبعا هنا بيفصل الاير باك زي ما بتدخل البر، تراكشن مساعد طبعا، ده بيفصل الماكينة عند الاشارات. الستيرنج زي ما احنا شايفين في عليه الكروز كنترول، التحكم في المكالمات والميديا والراديو، التحكم في الرادار، العداد الديجيتال،
شاشة كبيرة وكرسي السايق كمان اوتوماتيك، ده اللي السايق بيشوفه وهو في السيارة. تمام، وستارت الجير بارك ريفرس ان دي. انتظار مكالماتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عشان نحدد الفئة الأنسب ليكم بالسعر المخفض على العرض الموجود حاليا. بس اتصل على 050-516-3525 مهند من بن حمودة للسيارات في أبو ظبي والعين، وأهلا بكم.